حكي صحي مع اختصاصية التغذية رولا علوش ومريم الحمد. كيف حالك صديقتي؟ أهلا وسهلا. اليوم حديثنا ممتع ومهم ومفيد جدا لكل شخص فعلا بينتبه على صحة أطفاله وعائلته. اليوم رح نحكي يمكن عن تغذية الأطفال من عمر ما يكونوا بيبيز لعمر 5 سنوات، يعني مرحلة مرحلة هيك بالتدريج بعض الأفكار. شو رأيك؟ تمام. هلا المرحلة الأولى هي اللي بتكون فيها الأم ما عارفة شو بتعمل، بتسأل كتير من معارفها وأهلها حتى يساعدوها. ببساطة شديدة أهم نقطة بداية إدخال الأكل الأفضل على 6 شهور، لكن ممكن على 4 شهور طبيعي، خاصة عند الأطفال اللي عندهم رغبة، بتلاقيه يعني عم يتطلع بالأكل، بيفتح تمه، بيشتهي الأكل وهيك. أو لما تشعر الأم إنه عم يجوع ما عم يكفي الحليب، ممكن جدا تبدأ تدخل الأكل بالتدريج. هلأ عني أنا أم بدخل قبل 6 شهور، لأنه يعني أولادي رضاعة طبيعية فبحس إنه ما بيشبعوا. لكن برضو رولا أنا قريت في تقرير منظمة اليونيسف إنه المؤشرات اللي بتدور عليها الأم إنه طفل يكون بيقدر يقعد من غير إسناد أو تقريبا من غير إسناد، بيقدر إذا مددناه على بطنه يرفع رأسه ويتحكم فيه، يتحكم بنظراته، ونختبر إذا هو قادر فعلا لما تحطي له شوية أكل مهروس يخليه بتمه أو لا. فهي علامات بتخليكي تعرفي، بس أكيد مش قبل 4 شهور، 4 شهور ونص يعني. تماما. وهي الفروقات بين الأطفال طبيعية، يعني الأم ما بدها تستعجل، ما تبدأ بكير إذا ما حست أنه طفلة بده، ولما بدها تبدأ الأفضل تكون أنواع الخضار قبل الفواكه. أكيد، لأنه الفواكه فيها سكر، وإذا الطفل أخذها ممكن يرفض الخضار. صح. ممكن يصير وبعدين ممكن تحولي ميوله باتجاه السكريات من الأول، يعني مش ميزة هالشغلة. أنا بدأت ولادي صراحة الكوسة ممكن أول شيء، وهي غلطة كبيرة عند كتير من الأمهات للأسف، لأنه من المهم جدا أنه يتعود الطفل على الخضار. طبعا بالبداية بتكون مهروسة كتير منيح، وبس يصير في سنان من بعدها بنبدأ نعطيه نصف مهروسة أو مقطعة بشكل كتير صغير، هيك حتى يصير يأكل الخضار مثل ما نحن بناكلها. كل ما كبر كل ما سهل على الموضوع. وكمان نقدر ندخله الحبوب شوي شوي وكمان مهروسة، مثل الرز مثلا. بالشهر السابع ممكن نبدأ باللبن والجبنة، قبل لا بالشهر الثامن ممكن نعطي شوية عدس، دجاج كمان مهروس. بالشهر التاسع أو العاشر بنبدأ نعطي سمك، لحوم، بقوليات. شوفي كيف بالتدريج، مو دفعة واحدة. صح، عشان كمان الأم تستكشف، يعني لأنه مثلا أنا بقولك مثل السمك والبيض ممكن حتى الأخيرهم لوعد السنة إذا في شك أنه ممكن يتحسس الطفل. وفي أطفال رولا ما بيحبوا الإحساس بقوام اللحمة والدجاج، إيش نعمل فيهم هدول؟ صح. هلأ اللحوم بالبداية ضروري تكون مفرومة ناعم وشوي شوي منكبر. إذا رفض الطفل بنصير نعطيه بدائل للبروتين، يعني مثلا نعطيه عدس، حمص، فول، فاصوليا حب. هي بتكون بدائل ممتازة، مع أنه نضل يعني نكرر كل فترة أنه ندخل لحوم، بس ما نكتر يمكن منها كتير. الفاصوليا مثلا 4-5 حبات، لأنه بتعمل نفخة للطفل. طبعا يعني هي أي شيء بيعمل نفخة ممكن حتى نعطيه بعدها شوية كمون، شوية بابونج مشان ما يضايقه. طب العسل يا رولا، رغم كل الفوائد اللي بنحكي فيها عن العسل وبنعمل عنه حلقات وصولات وجولات، بس بنقول ممنوع ياخذوه الأطفال قبل السنة. ليش؟ قولينا السبب العلمي. لأنه في نوع من البكتيريا موجودة بالعسل ممكن لا سمح الله يأثر على الدماغ عند الأطفال، وبعض الدراسات بتقول حتى السنتين، مو بس للسنة. لكن على الأقل سنة أبدا ما نفكر ندخل عسل للأطفال، ولا حتى المكسرات. يمكن هي من أخطر الأطعمة اللي ممكن ياخدوها الأطفال بعمر صغير، ممكن تعملهم اختناقات أو تبين حساسية عندهم منها. صحيح. أو من بعض أنواعها. تماما. هلأ الأطفال من بعد الفطام، يعني بعد ما يترك الحليب، بصير بيحتاجوا تقريبا بين 1000 لـ1400 سعرة حرارية، يعني 3 أكواب حليب باليوم. لأنه دائما أمهات بيسألوني كم كوب حليب لازم طفلي يشرب من بعد ما أنه ترك الفطام. كمان في عنا 4-5 حصص نشويات، يعني خلينا هيك نوضح للناس، مثلا سندويشة الصبح، بالليل نفس الشيء كمان سندويشة صغيرة. على الغداء من الرز مثلا من النشويات ممكن ياخد 4 أو 5 ملاعق، أو شوية بوشار بين الوجبات. شوية خضار، شوية فواكه، تقريبا ما بيتعدوا الحصتين خضار حصتين فواكه. بس دائما بدنا نوزعهم، ما نعطيهم دفعة واحدة. ما بيقدر الطفل أصلا يأكلهم دفعة واحدة، بتعرفي هو بيمل شوي الطفل لما يكون الكمية كبيرة والقعدة طويلة. طبعا. والبروتين تقريبا بين 30-60 جرام حسب وزن الطفل، يعني تقريبا نصف صدر دجاجة على الغداء وبيضة على الفطور أو العشاء، خلص بتكون عطيته احتياجه الكامل من البروتين. طب والحديد، يعني أنا بتوقع إنه في كتير احتياجات للحديد بهالعمر، يعني يمكن أحيانا ما بياخد حديد كافي فقط من الأكلات، بالذات إذا كان مثلا مزاجه معكر، معدته تعبانة، بتلاقي لسه راحت معاه يعني. صح، ومشان هيك احيانا بيصير عنده النقص بالحديد. هلا الحديد فيه بالبروتين الحيواني اللي هو سمك، لحمه، تونه، دجاج، كمان بالبروتين النباتي، البقوليات بانواعها، وفي نسبه كمان بالمكسرات. فنحن ممكن ننوع
وإذا في نقص كتير كبير بالحديد لأنه بيأثر على النمو فلازم وقتها مكملات. عارفة نصيحة عن تجربة، إذا عندك نية طعمي الطفل سلطة أو فواكه قبل الوجبة الأكل الرئيسية بحسها أحسن، لأنه قابليته بتكون أحسن، ممكن صح. يرفضها يأكل كمية اللي أنت بدك إياها أو الكمية الكاملة بعد الأكل. صحيح. شو محضرت لنا مريم اليوم؟ يا ستي اليوم هيك شوية تنوع صغير، أفكار هيك لطيفة للأمهات اللي بالعمر الصغير، كون أنا ابني لساته جديد طبق السنة فعم بعيش هاي المعاناة فعليا. الأول شيء قصة السريلاك الصحي، يعني بتذكر ابني الأول جبت له سريلاك من السوق علبة سريلاك، طعمته منها مرة، المرة الثانية رفضها تماما، وهذا كان آخر مرة أنا بشتري سريلاك من السوق. واو. خلص لم أعد يعني أحضره. يا الله، أنا هي حلم حياتي إنه يبدأوا الأهل يقرروا إنه ما عاد نجيب سريلاك صناعي. عمري يعني بعديها خلص عمري ما شريته. الفكرة صرت أعمل سريلاك صحي قبل السنة، مبني على الشوفان، بأنه ينسلق الشوفان مع شوية خضار، تمر، زبيب، حتى أحيانا بحط لما ينطبخ مع بعض كله بنطرها وبينهرس، كتير بيكون طيب وما بيخرب بسرعة، بيضل نكهته فيه. بضيف له الحليب بعدين بعد السنة لأنه ما بينفع ياخد حليب عادي، وأنا صناعي يعني مش مضطرة أعطيه، بكون بيرضع طبيعي. حلو. كمان فكرة تانية للأمهات اللي ما بيعطوا صناعي ولما يجوا يفطموا أولادهم يرولا بيتغلبوا إنه كيف بدنا نعطيهم حليب. فمن الأفكار، أنا مثلا ابني هذا يزن كتير مغلبني إنه برضاش يشرب كمية سائل هيك حليب، يعني يشربها، فعلى طول بحط له يا بعملها مع شوفان وبضمن إنه أخذ الكمية المناسبة يعني بحسبها، أو بحط له أحيانا بفت له فيها خبز أسمر اللي بيكون زي خبز السندويشات مع شوية عسل، وخلص هيك بضمن انه اخذ كاسه الصبح وكاسه المساء. براو. وارتاح بالي يعني. ممتاز جدا. مريم، لو خيرتك ان نجبر الطفل الصغير اللي هو ببدايه عمر التناول الطعام على الاكل او لا نجبره؟ هلا انا بقول نجبره شوي وما بنجبره شوي. اعترفي مريم قبل الهوا شو كنتي عم تقولي. هلا شوفي بصراحه، يعني انا مش مع انه هو بالكامل يكون صاحب القرار، لانه هو ما بيدرك قديش الكميه الغذاء المهمه المفيده لإله اللي بتخليه فعلا يشبع. اوقات الطفل بتحكم في مزاجه، مزاجه اللي دخل باللعب، اللي دخل بده يقوم، مش حابب يضله قاعد. فلا انا شوي بهالحاله شوي شريره مثلا مصلحه الاولاد. يعني بتحبي تجبري الطفل أحيانا؟ يعني بس ما هو ما بجبره إنه يعني يأكل كمية رهيبة، بس إنه أنا عارف إنه هذا القدر لا هو بحاجة لإله. هلا القاعدة بتقول يعني تغذية الأطفال إنه الطفل يحدد الكمية، الأم تحدد النوعية. يعني عليك. إيه، لأن الطفل لما بيجوع بيأكل، بس نحن كعرب مجتمعاتنا العربية دائما مهووسين بأنه الطفل لازم يكون مربرب ومدبدب وعنده وزن هيك لحتى نقتنع أنه هو طفل صحي، ولكن فعليا الطفل لا يحتاج لكميات أكل ما زال هو ما طلب أو ما عم خلص اكتفى. يعني كتير من الملاحظات أنا بنتبه عليها الأهالي هلأ لحد هلأ بشوف أنه مثلا بآخر الصحن مثلا بضل بيكون مثلا 3 أو 4 لقام لعمر الطفل 4 سنين مثلا، بتصير الأم تجبره أنه لا بدك تخلص صحنك يا أخي، هو خلص اكتفى. لا تجبروا أطفالكم. القاعدة عن جد برجع بكررها، الطفل يحدد الكمية والأهل يحددوا النوعية. يعني ما بصير هو يتشرط يقول لك أنا بدي كذا وكذا وكذا. إذا رفض أكل ببداية التناول الطعام طبيعي يرفض، لأنه لسه بيكون هون عم يختار، عم تتشكل حواس التذوق عنده، فطبيعي يرفض مرة يقبل مرة. فبدنا نكرر، عادة منكرر الأكلة الوحدة 20 مرة لنعرف إن الطفل بيحبها أو لا. أيوة. لأنه مو من أول مرة ممكن يأخذها، مش هنحسب 20 بس هنقول كتير كتير. لأنه عن جد لأنه هو يعني أحيانا أول مرة بيجوز ما يحبها، تاني ثالث مرة يعتاد على طعمه إنه هذا الموجود على الطاولة مثلا. بس عارفة أنا بقول، بس الطفل اللي قبل السنتين يرولم هو ما بيعبر، فمش دائما بيكون قادر يأخذ هذا القرار لحاله، لازم الأم تتدخل بالقرار. أنا أقول قاعدة بس بعد السنتين أنا معاكي ما أجبره أبدا، ما يقول خلاص يعني خلاص. نعم. هلأ ممكن إحنا يعني شوفي، بس أهم شيء بالآخر مريم إنه ما يكون جو الأكل هو جو فيه حزن وتعصيب والأم مطبش بينا وقاعدة عبد، هذا كتير مهم. يضل جو الأكل هو جو لعب وفرح وهيك لذيذ يعني، مشان الطفل يضل حابب هذا الوقت. إلا يعني عند الأهل للأسف اللي بيضلوا معصبين بصيروا الأطفال يكرهوا وقت الأكل، وبالتالي يكرهوا الأكل ويصير عندهم مشاكل يعني. صح. حكي صحي مع اختصاصية التغذية رولا علوش ومريم الحمد.